يقول حفظكم الله تعالى: قلتم من أسباب محبة الله للعبد الجهاد في سبيل الله، لكن في هذه الأزمنة يصعب الجهاد، وحبذا لو دللتمونا على مكان نجاهد فيه في سبيل الله. الجهاد إذا تمت شروطه وتوفرت شروطه، أما الجهاد الفوضوي الذي لم يبنى على أساس شرعي فهذا ليس بجهاد، هذا تخريب، هذا فوضى. الجهاد إذا قام راية للمسلمين تحت ولي الأمر، بقيادة ولي أمر المسلمين، قادها أو نفذها، فالمسلم يجاهد في سبيل الله تحت هذه الراية، تحت راية ولي أمر المسلمين. أما أنه يأخذ السلاح ويروح يقتل الناس، هذه فوضى، وليس هذا من الجهاد، هذا من التخريب ومن الإثارة للكفار على المسلمين. نعم.